أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في نشرتنا الجوية للملاحة وصيد البحر لهذا اليوم الأحد 22 جوان 2014. نستهلها بإعلان برياح قوية سير المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة منتصف النهار بالتوقيت العالمي، ويهم خليج جيبس، حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوة 7 من سولون بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة منخفض للضغط الجوي على الجنوب التونسي الجزائري الذي يساهم في هبوب رياح قوية على خليج جيبس. هذا صباح كما تبينه هذه الصور كان الجو قليل الصحب على كافة مجالاتنا البحرية. توقعاتنا الجوية صالحة لبقية هذا اليوم، طقس قليل السحب بكافة السواحل، بشمال هذا اليوم رياح شرقية جنوبية شرقية بين 15 و20، ثم تتقوى تدريجيا في هذه الظهيرة فتصبح بين 20 و25 مؤقتا 30 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب والرؤية بين 4 و8 أميال. على شرق تونس هذا اليوم رياح شرقية جنوبية شرقية بين 10 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية بين 4 و8 أميال. بالنسبة لخليج جيبس هذا اليوم إن شاء الله تكون الريح شرقية شمالية شرقية بين 25 و30 عقدة، البحر مضطرب فشديد الاضطراب والرؤية بين 2 و6 أميال. التوقعات الجوية المنتظرة لليلة القادمة، يتواصل الطقس قليل السحب بكافة سواحلنا، بشمال هذه الليلة رياح جنوبية شرقية بين 20 و25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تنخفض من 8 إلى 4 أميال. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة رياح جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية تنخفض من 8 إلى 4 أميال. أما على خليج جيبس هذه الليلة تكون الريح إن شاء الله شرقية جنوبية شرقية بين 25 و30 عقدة، البحر شديد الاضطراب والرؤية تنخفض من 6 أميال إلى 2 أميال. غدا إن شاء الله على السواحل الشمالية يكون الطقس صافي فقليل السحب برياح من القطاع الشرقي بين 15 و25 عقدة، ثم تتقوى بعد الظهر فتصبح بين 25 و35، كما تصل مؤقتا إلى 40 عقدة بشمال تونس، وتكون بين 10 و20، تصل إلى 25 عقدة آخر النهار بشرق تونس. يكون البحر إذن مضطرب فشديد الاضطراب بشمال تونس، قليل الاضطراب فمضطرب بشرق تونس، أما الرؤية فتمتد من 2 إلى 6 أميال. غدا على منطقتي الشهبة وجربة سماء صافية فقليلة السحب برياح من القطاع الشرقي بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة آخر النهار على منطقة الشهبة. يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب، ومن 20 إلى 30 عقدة بخليج جيبس فيكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، أما الرؤية بين 2 إلى 6 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد وجزر، ميناء صفاقس 66 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 59 دقيقة، متر و 26 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و 54 دقيقة، ميناء جابس 80 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 46 دقيقة، متر و 51 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و 59 دقيقة، ميناء جرجيس 42 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 3 دقائق، 71 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و 6 دقائق. في الختام، للحصول على أكثر معلومات أرجاء الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.